السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ما هي الشجرة التي تنبت في قعر جهنم؟ شجرة الزقوم. ما هي السورة التي تشفع لقارئها يوم القيامة؟ سورة الملك. كم عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ 63 سنة. من هو أول طاغية حكم الأرض؟ النمرود، فرعون، قارون.